بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعض الإخوة يتساءلون متى اليوم التاسع والعاشر من محرم. غدا هو التاسع، وبعد غد هو العاشر، والتاسع والعاشر أيها الإخوة ليس لها ارتباط فيما يعتقده الشيعة، ليس له ارتباط فيما يعتقده الشيعة أنه بسبب مقتل الحسين الناس يصومون ويفعلون هذه الأفعال التي تفعلها الشيعة، إنما ارتباط يوم التاسع بنجاة موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون، يوم نجى الله فيه موسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد اليهود يصومونه، فقال نحن أحق بهم من موسى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود وقال لئن عشت إلى القادمة لأصومن التاسع والعاشر. فالتاسع يوم الأحد والعاشر يوم الاثنين، لكن هل هناك ارتباط في قضية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه واليوم التاسع والعاشر الذي يطبر به الشيعة أنفسهم ويضربون أنفسهم ويجعلونه عيدا؟ ليس له أي ارتباط، وإنما قدر الله أن يكون مقتل الحسين في مثل هذا اليوم، فاتخذوه مأتما واتخذوه يوما للتطبير، وإلا ليس له أي علاقة بهذا ولا هذا. لذلك أيها الأحبة، مثل هذه الأيام هي من أيام الله، كما قال الله عز وجل لموسى وذكرهم بأيام الله. هذه الأيام يفرح المؤمن بنصر الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، على فرعون ومن معه، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى حينما تحاربت فارس والروم، فانتصرت فارس على الروم، فتأثر المسلمون لذلك تأثرا بليغا، فقال أبو بكر للمشركين، فرح المشركون بانتصار فارس على الروم، وتأثر المسلمون بانتصار فارس على الروم، وكانوا يحبون أن يكون النصر للروم لأنهم أهل كتاب وأولئك مشركين عبدة نار. فقال أبو بكر لا ينتصرن الروم على فارس فيما هو مستقبل من الأيام، وأراهن على ذلك قبل أن يأتي قضية الرهان. ثم مكثوا سنين، بين 9 سنين إلى 10 سنين، فنصر الله عز وجل الروم على فارس، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذه الآية بعض الأحيان تفهم خطأ، وهي قوله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لا أن المؤمنين يفرحون بنصر الروم على فارس، ليس هذا المقصود، إنما المقصود أن فارس هزمت في يوم بدر الذي هزم فيه المشركون، نفس اليوم هزم المشركون في يوم بدر على يد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهزمت فارس على يد الروم في نفس اليوم. فقال الله عز وجل، وهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله عليهم على المشركين. تعلمتم الآن؟ على المشركين، وليس المقصود به نصر الروم على فارس، هم سينتصروا، لكن فرح المؤمنين سيكون النصر في يوم يفرح المؤمنون هم بانتصارهم على المشركين من أهل مكة. ولذلك قال الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، بنصر الله لهم على المشركين من أهل مكة، فكان انتصار الروم على فارس قدرا من الله سبحانه وتعالى في اليوم الذي انتصر فيه المسلمون في بدر على المشركين من أهل مكة. لكن أيها الإخوة، هل لهذه الحوادث علاقات فيما حدث في التاريخ الإسلامي من بعد؟ ليس له أي علاقة، ليس له أي علاقة، وإنما هو ضلال مبين وانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى، واتخاذ مثل هذه المواسم لوغر الصدور وحمل الأحقاد على الناس، سواء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل السنة عموما. إن هذه الأيام يستخدموها
ضد أهل السنة، وإلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ذهب الحسين إلى الله، وذهب من قتل الحسين إلى الله، فهم بين يدي الله الذي هو حكم عدل أعظم من أن يحكم البشر فيما جرى بينهم. ونحن نعلم علم يقين أيها الإخوة أن الحسين مات واستشهد مظلوما رحمه الله ورضي الله عنه، ووالده كذلك استشهد مظلوما من المسلمين عموما أيها الإخوة، الذين دعوه لنصرته فلم ينصره، من أهل العراق دعوه لنصرته فلم ينصروه. وما حمله يزيد بن معاوية على الحسين بن علي فهو ظلم بين. ويزيد أيها الإخوة ليس له أي علاقة بالصحابة، يزيد بن معاوية ليس صحابيا، وذلك في مرحلة الخلط، نحن نخلط، قل لك يزيد بن معاوية صحابي من الصحابة، ليس صحابي، يزيد من التابعين، من التابعين الذين جاءوا من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية بن أبي سفيان قال أهل السير فهو أفضل من معاوية وأفضل من أبيه. يزيد بن أبي سفيان أفضل من أبيه وأفضل من معاوية، لكن يزيد بن معاوية ليس صحابيا بل ظلوما غشوما. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يحبه مؤمن، وأعدل ما قال فيه ابن تيمية رحمه الله أننا لا نحبه ولا نبغضه، لا نحبه ولا نبغضه، لكن لا يجوز لنا أن نلعن أحد من الناس بعينه، لا يجوز لنا أن نقول حتى لكافر كافر نصراني أو يهودي قل عليك لعنة الله، لأنك لا تدري ما تخبئ له الأيام من أقدار الله، يمكن أن يسلم. لكن عموم اللعن أن الإنسان يقول لعن الله الكفار عموما، لذلك لا يجوز لنا أن نسب أحد، لا يزيد ولا غير يزيد. أما معاوية رضي الله عنه فهو خط أحمر، أما معاوية فهو خط أحمر، فإن معاوية صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتبة الوحي، فنحن نحبهم عموما، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ويكفيهم شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إليه عليه الصلاة والسلام.